مرحبا لجميع الأصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا شمال. تحية لكم لكل المناطق اللبنانية وتحية من القلب لكل المغتربين. بلشنا نشوفكم بكل المناطق اللبنانية ولا سيما شمال لبنان بموسم السياحة والاصطياف. كل المدن والقرى والبلدات عم تحتفل بعيد الجيش، ان شاء الله هالمناسبة الكريمة تجمعنا على المحبة والوحدة الوطنية ودائما الحب لجيشنا اللبناني البطل. وتحية لقائد الجيش العماد جون قهوجي، وايضا مهرجانات الفرح عم بتعم كل القرى والبلدات وخصوصا باهدن والارز وعكار وطرابلس، بالاضافه طبعا لانفه والبترون ومختلف المناطق اللي عم تهتم من خلال القطاع الاهلي والقطاع المدني واللجان، وعم يستضيفوا فنانين عالميين. اليوم حلقه غنيه، نحن وياكم والكاميرا الزميل امير سليمان بيعرفنا اليوم شو عندنا بحلقتنا من برنامج مرايا الشمال. الجيش اللبناني شو ما عملنا ما بنكفيه، طبعا دائما المواطن اللبناني دائما عنده ولاء للمؤسسه العسكريه وخصوصا لشهداء الجيش اللي قدموا دمائهم الزكيه للزود على الوطن. الاحتفالات عمت كل القرى والمدن والبلدات، ودائما في احتفالات بكل قريه وكل بلده، دائما رفع علام ورفع لافتات بتحيي المؤسسه العسكريه. الاحتفال المتميز كان بسكنه بهجه غانم بطرابلس بالقبه بشمال لبنان، طبعا برعايه عماد قائد الجيش ممثلا بقائد منطقه الشمال العسكريه العميد الركن مروان حلاوي، وحضور عدد كبير من فعاليات سياسيه نيابيه ووزاريه ومحافظين، بالاضافه لشخصيات اداريه ومؤسسات والقطاع الاهلي وذوي الشهداء الجيش. وطبعا كان في احتفال وفي عرض عسكري. أيها العسكريون، لقد حميتم وما زلتم تحمون لبنان، لبنان صيغة العيش المشترك الذي أرسى دعائمها اتفاق الطائف، وحافظتم على سيادة الوطن ومكانته الإقليمية والدولية بوجودكم وثباتكم على الحدود الجنوبية في مواجهة العدو الإسرائيلي الطامع بأرضنا وثرواتنا النفطية، والتزامكم الكامل بتنفيذ القرار 1701 ومندرجاته بالتعاون والتنسيق مع القوات الدولية. وبموازاة ذلك تصديتم بكل بطولة وشجاعة للموجات الإرهابية التكفيرية على الحدود الشرقية، وتابعتم من دون هوادة استئصال خلاياها التخريبية في الداخل، ما حال دون انهيار الوطن وانزلاقه إلى المجهول. نحن بنقول لهم هذا النهار عيد كل الشعب اللبناني بمناسبة عيد الجيش. طبعا نحن بنتمنى للجيش التماسك، هو المؤسسة الوحيدة اليوم يلي كلنا سوا عم نحط أملنا فيها بظل هذا الوضع القائم بهالبلد. أول شيء نحن بدنا نبارك للوطن بهذا الجيش، هذا الجيش هو عنوان كرامة هذا البلد وهو عنوان الأمان والأمن في هذا البلد. نحن لا يمكن لأحد
من المواطنين المخلصين لبلدهم أن يكن إلا كل احترام وتقدير لهذا الجيش. أعتقد أنه يوم وطني بامتياز، يوم وطني مجيد، لأن يوم الجيش هو يوم الوطن وهو يوم الأمل والمستقبل. شو بدي أقول، يعني هذا جيش وطننا، هذا حارس وطننا، نحن منفتخر فيه ومنصلي حتى يدوم ويقوى. عيد الجيش هو عيد الوطن، والوطن دون ما جيش لا يكون وطنا. أنا بحيي المؤسسة العسكرية بهذا العيد الأول من آب اللي هو عيد الوطن. الجيش هي المؤسسة العسكرية، نحن بعكار البيئة الحاضنة لهذه المؤسسة، ونحن كلنا أخلاص وكلنا تأييد لهذه المؤسسة. احتفالات متواصلة بعيد الجيش عم بتعم كل المناطق اللبنانية ولا سيما شمال لبنان، تحديدا بعكار. اليوم حملة عكار لعيونك توحدنا، كان في لهم لفتة تجاه الجيش المؤسسة العسكرية، وضعوا اكليل من الزهر على نصب التسكاي لشهداء الجيش بساحة العبدة، وطبعا بحضور اعضاء الحملة جميعا اللي هن يمثلوا كل الجمعيات والمجتمع الاهلي. وكان في كلمات من القلب للقلب، طبعا تحية لقائد الجيش العماجون قهوجي، وتحية ايضا لارواح شهداء الجيش. نحن اليوم كحملة عكار لعيونك توحدنا حبينا نحط نصب إكليل على نصب الشهداء بهالنهار هيدا، بالرغم من حرارة الطقس الكتير قوية، لأنه عكار هي منبع الجيش، هي منبع الشهداء، ونحن قد ما نعمل بضل قليل على هالشهداء اللي ضحوا بدمهم وضحوا بكل شيء في عندهم في ده الوطن. في الأول من آب من كل سنة نحتفل بعيد الجيش الوطني اللبناني منذ العام 1945. بهذه المناسبة نتوجه بالتحية الكبيرة إلى القائد الكبير قائد الجيش العماد جان قهوجي. إذا قلكم بهالسنة عيد، أنتوا بس نشوفكم منكم فيها قلنا عيد، ورح تضلوا بعيوننا كل يوم عيد. وبدي أقول بس كلمة هيك على الهامش، أنه إن شاء الله بإذن الله الكريم مثل ما قلنا بالسنة السابقة، ونتمنى أنه ما نضل نعيد سنين ونتطلع على هالعسكري المخطوفين رأفة بأهلهم ورأفة باللي هني قدموه لهذا الوطن. عم نحط شراكتنا مع الجيش، هو اللي بيحمي المواطن وبيحمي البلد وأمنه، ونحن من نحمي الحقوق تبعية عكار. رح نكون نحن ويا شركة إن شاء الله تنوصل بلبنان أفضل وبعكار أفضل، وإن شاء الله كل سنة وانتم بخير. دائما بفصل الصيف طبعا الناس تقصد الانهر، وخصوصا بهالشوب اللي عم يتعرض لبنان لموجة حر. الناس كلها بتعتبر النهر هو المكان المفضل خصوصا لهوات السياحة البيئية، تحديدا بنهر الاسطوانة، النهر المتميز اللي بيمر باكثر من قرية وبلدة بعكار. وحاليا اتحاد بلديات نهر الاسطوانة عم بيولي اهتمام بهالنهر، خصوصا عنده خطة لتنظيفه، عنده خطة ايضا لتحصينه للاهتمام بالبيئة. اليوم بكفر حر، اجواء بيئية بكل معنى الكلمة. أهل عكار للكيف والضيف والجاي، يا أول ما بنوا العز والجاي، ولك حكوا عنهم تاريخ الراح والجاي، يحملوا جار ويذلوا العداء. كتير حلو، منحب الغريب والقريب، وبنقول يا هلا، منفتح بطاطنا للعالم كله، وهذا هو مزيتنا. شو بتقدموا للناس هون؟ بنقدم اللي بيطلبوهن، بنقدم مثلا بيرة، عرق، ويسكي، بزورات، بطاطا، وإذا بدن أكل بنعمل لهم أكل، ولقمتنا طيبة كتير، ونحن كرماء.
هذا النهر هون شو بدي اقول لك، في قصص كثير حلوه يعني من سابع من قديم كمان، كانوا الشاب والبنت يتعرفوا على بعضهم هون. في عنا هون الفوار بجنن كمان، ميته عذبة كتير رائعة جدا جدا. نهر بعدين امتداده 3 كيلومتر نبعه، ميته بتنشرب هون. الصليب الأحمر اللبناني اهتماماتها إنسانية بكل المناطق اللبنانية ودائما إلى جانب الإنسان. اليوم بفرع طرابلس الفرع النشيط، طبعا اليوم في احتفال وفي غدا خيري، حضور شخصيات سياسية وجمعيات وقطاع الأهلي، طبعا يعود دائما ريعه لمشاريع إنسانية. أنا ما فيني ملبي دعوة الصليب الأحمر، لأنه هيدي من أسمى المؤسسات الخيرية والإنسانية والاجتماعية اللي الكل بيجمع عليها. وفرع طرابلس نحن من اهم الافرع عندنا بلبنان، ونحن داعمينه باذن الله بكل شيء. حتى السنه كان عندنا نحن مليون و200 خدمه انسانيه. فرع طرابلس كان من الرائدين بهيدي الخدمات الموجوده. اول شيء بهني هالفرع، فرع ممتاز. عندنا 32 فرع بلبنان، من انجح الفروع، نشاطاتهم ما بتنوصف وما بتنعد. وانا بحب دوي على مركز الاسعاف تبع طرابلس يلي فيه 111 شاب، في 46 مركز اسعاف بصليب الاحمر. هن الاول بمهمات الحوادث، هن الاول بمهمات الطارئه، هن نمرو 4 بالحوادث العاديه ونمرو 4 بالمهمات للقلب. هلا صليب الاحمر بشكل عام هو المؤسسه الدوليه الوحيده اللي بيعطي بدون مقابل، اللي ما بيميز ولا غني ولا فقير، ما بيميز باللون بالدين. هذه مؤسسة بتستحق الدعم منا كلنا، وأكيد كل شخص قد ما بيقدر. ويعطيهم ألف عافية. مرأة عمر عادة بالسبعين الإنسان بيهرم وبيتعب، بينما بالصليب الأحمر كل من بيزدهر وبيتطور، وهيدا شيء بخلينا وبيعطينا عزم لحتى نكفي، لأنه نحن عم نكفي شغل في استمرارية بالعمل، وعم نكفي شغل يلي سبقونا. شو كلمتك لأهل طرابلس الشمال اللي تفوا حولكم اليوم؟ أنا أول شيء بحب أقول لهم أنه أنتوا الأساس. أهل طرابلس هن الداعمين لهالجمعية، وإذا تطورت ووصلت للمستوى يلي هي فيه اليوم هي بفضلهم، لأنه نحن بدونهم، بدون هالدعم نحن لوحدنا إيد لوحدة ما بتزقف. مهما كان عنا الهمة والنشاط، بس كمان في مين داعمنا؟ نحن منحب نوجه لهم شكر لأهل طرابلس، لأنه هنن الأساس بهالجمعية. جمعية معاً اللي بترأسها السيدة ميرنا مولوي دائما عندها اهتمامات ونشاطات بيعود ري على مشاريع إنسانية. اليوم احتفال بالبلمعة، تخللوا عرض أزياء بالإضافة طبعاً لمعرض وحضور شخصيات من كل المناطق اللبنانية. طرابلس عزيزة جدا على قلبي، وأهليها كمان كتير عزيزين على قلبي. شو كلمتك اليوم لجمعية معا ملتقى العمل التنموي مدام ميرنا مولوي؟ يعطيها ألف عافية. مدام ميرنا معنا بطاولة حوار المجتمع المدني بجمعيتها معا، ومطلوب كتير أنه نضلنا معا، لأنه هالتفرقة كتير عم بتأذي البلد. فالاسم هيدا إذا كان على مسمى شغلة مهمة كتير، ويجب أن نبقى معا. أنا حبيت اليوم أن يكون مقدمة الحفل هو لجمعية معا. معا لسيدة ميرنا المولوي بتحكي عن أنه معا نلتقي على كل شيء إيجابي، positivity بكل أنواعها، خصوصا بموضوع تنمية الصحة النفسية عند الشخص المتقدم بالسن، لأنه الختيارية منهم بحاجة بس لأمور مادية أو لأمور مساعدات عينية، محتاجين أكثر للطب النفسي لحتى يعطيهم القوة والبسمة يقدروا يستمروا. أنا من هواياتي الشغل اليدوي، الكروشيه، التريكو واللحياكة، وهلأ هذا أول اشتراكي بمعرض.
عهد حداد انتم بشوفكم دائما يعني كمؤسسه موجودين كل بكل الاعمال صحيح. نحن بنحب نشارك بكل مع كل النشاطات اللي عم تصير الخيريه وغير الخيريه، بنحب نكون موجودين مع الكل. ما يجمعنا اليوم هو هذا الحب للعطاء وهذا الايمان الراسخ بقوه التغيير الذي كسر كل القيود وتحدى كل المسافات لنكون اليوم معا في غرس ثقافة كلمة تخرج من أفواهنا تكون سببا في راحة أناس آخرين. يعني اليوم هذا نشاط جديد يعني على ترابلس، نفرجي كمان ترابلس كيف حتكون، كيف هي كمان منا بس لل بيطلعوا يصوروها بالاعلام انه مشاكل وحروب وما بعرف شو، هي كمان فيها اناقه، فيها شيء حلو. ونحن الحضاره والفاشن والذوق وكل شيء حلو موجود عندنا، ما في شيء ناقصنا شيء الحمد لله. وبدنا نفرجي انه ترابلس كمان بتساعد، لانه جمعيه خيريه عم بتساعد، وبدنا نفرجيهم الجمال وعاصمة الشمال كتير حلوة. كريستينا صوايا أهلا وسهلا فيك، ملكة دائمة وخصوصا بتسامي تمام بالمشاريع الإنسانية، خبرني اليوم عن هالجمعة بترابلس. أول شيء مرسي كتير لألك وأهلا فيكم بترابلس وأهلا فينا كلياتنا، يعني إحنا بنعتبر كمان ترابلس هي مدينتنا الثانية وهي شقفة منا وشقفة من لبنان، عاصمة الشمال اللي طبعا كلنا بنفتخر فيها. وأنا مبسوطة أنه اليوم بعد فترة طويلة من الغياب برجع بطلع ترابلس، صار لي زمان ما جيت، اشتقت أني أجي، ومبسوطة كتير أنه عم شارك مع جمعية معا لهالهدف الإنساني السامي. وأنا أصلاً بالنسبة لي عايدة علي يعني المشاركة بالأمور الإنسانية، إن كانت بتخص الصغار أو الكبار، بتخص المعوقين، بتخص المسنين، وخاصة الأشياء كمان اللي بيكون فيها أشياء للصحة، أشياء طبية. نحن جمعية معاً، ملتقى العمل التنموي تعنى بالإنسان، بتنمية البيئية والاجتماعية، ونحن كمان بنهتم بكل شيء في نقدر نطور فيه المدينة تبعيتنا. اللي احنا بدنا نخبرك انه هذا الغدا اليوم خصوصي احنا مشان نفوت نرسي ثقافة جديدة بلبنان بطرابلس وبلبنان، لانه ما في منه بكل لبنان، هي ثقافة الدعم النفسي للمسن يلي هي هدفها تهتم يوميا بالشق النفسي للمسن، لانه اللي احنا بكل احترامي للجميع كل الكل عم بيقدم الاكل الشرب الاهتمام، بس اهم شيء اللي احنا ما بدنا ننسى انه الشق النفسي هذا الشيء اللي يخلي كل الانسان هو فعلا يرتاح ويكون سعيد بحياته، لانه اذا هو عم بياكل ونفسيته مش مبسوطه ومش مش مرتاح الباقي كلياته مش ظابط، وثلاث ارباع الامراض صاروا عم بيعالجوها من خلال الاهتمام بالشق النفسي لانه اغلبها بيكون جذور نفسيه. جمعية عكار الحياة عودتنا على المبادرات السياحية الثقافية الإنمائية الوطنية، نشاطاتها عم بتعم كل المناطق الشمالية، وطبعا في اهتمام بمناطق عكار. نحن وياهم كنا بأكثر من حدث، اليوم حدث متميز ببلدة البيري، حديقة وإنارة طبعا تشمل ساحات وشوارع البلد بإضافة طبعا لمساحات جمالية. مدام عزة مرعبي بدي لك الله يقويكي على الشغل الحلو، يعطيك العافية فعلا بهالإنجاز. شكرا لك أستاذ منذر ويعطينا ألف عافية جميعا، الفضل طبعا لرب العالمين ولهمة الشباب والفعاليات اللي كان لهم يد كتير كبير وطبعة وبصمة كبيرة بإنجاز هيدي الحديقة والإنارة اللي موجودة هلأ بالبيري. بلشنا بخطوة كتير صغيرة ومن إصرار الشباب قدرنا نوصل لهالمرحلة، إن شاء الله موعدين نحن وواعدين الشباب إن الله راد وفي استكمال لقلو بمشروع يوازي حديقة البيري بمنطقة البيري بهذه المنطقة عفوا، وحيكون في كمان مشاريع أخرى تنموية سوف نعلن عنها لاحقا للمنطقة كلياتها بإذن الله. أولا أنه البيري بتستاهل كل شيء، البيري مجمع لكل الناس، كل الناس بتحب البيري وبتحب تشارك بالبيري، فهذا أول عمل إن شاء الله بيجمع البيري وجيران البيري على البيري، لأنه هذا عمل أولا بيريح نفوس الناس، بيعطي معنوية للناس، هذا هالشيء نحن كنا فاقدينه من زمان، ونحن بنشكر هلا المنظمات
وعلى رأسها هي جمعية عكارونا وشبابنا اللي هن كمان عم يساعدوهم ويقوموا معهم بهالعمل الصالح الجيد اللي بيقوي معنويات الجميع. نحن اول شيء بنرحب فيكم كاعلاميين وضولنا على الخبر هذا الحلو اللي انمائي اول شيء واجتماعي ثانيا، وبنحب نشد على ايد جمعيه عكارونا اللي انشات الحديقه وخلت منفذ للاطفال وللعائلات اللي عم تجي وتزور هالمنطقه هذه. يا هذه الحديقة مهمة كتير وشي بفرح القلب وبيكبر القلب يعني، ومثل ما قال الرئيس هالشي هذا يعني كنا نحن بنفتقده من زمان، يعني أولادنا وأطفالنا كانوا يروحوا يتنزهوا برات الضيعة، فصار شي موجود عندنا. بنشكر جمعية عكارونا على هذا الإنجاز الكبير. رابطة خريجي ثانوية روضة الفيحاء، المؤسسة التربوية العريقة بطرابلس، عندها نشاطات تربوية واجتماعية، وخصوصا عم بيهتموا بالطلاب اللي طبعا أوضاعهم المادية شوي متواضعة لأكمال مسيرتهم التعليمية. اليوم في تكريم لشخصيات تعليمية لهم أيادي بيضاء بتعليم الأجيال بها الثانوية المتميزة، عشاء بمطعم الفيصل بالألموت بحضور شخصيات أدبية ثقافية وفكرية وحشد كبير من أعضاء الرابطة. اليوم أنا هون طبعاً بصفتي خريج مش مدير عام ثانوية روضة الفيحاء، وهيدا أكبر دليل اليوم عم نشوفه على تكاتف وتواصل الخريجين بهالمؤسسة. هالخريجين عاملين نوع من سور تواصل بيناتهم لتطوير وحماية ثانوية روضة الفيحاء، واليوم مثل منك شايف ما يتجاوز 300 شخص موجودين من كل الأجيال، شيء بيكبر القلب، شيء بيسر، وشيء بيطمن لقدام. حقيقة متميز لهالسنة أنه نحن حنطلق صندوق لدعم الطلاب المتعسرين مادياً بقلب مدرسة الروضة. بتعرف الظروف اقتصادية صعبة، التعليم الخاص ما بقى كتير رخيص. الخريجين عندهم دور أكيد يدعموا مدرستهم ويدعموا الخريجين المستقبليين اللي هن الطلاب المدرسة. هلا نحن بعد ما نحن ابتدينا فيها بال 2013 خريجين 89 بمبادرة فردية، نحن كمان نقلنا الفكرة لخريجين 91 وخريجين 87 اللي هن خلال السنتين كمان شاركوا بمبادرة فردية. خلال ثلاث سنين نحن صرنا بجمعين 30 ألف دولار ومساعدين 18 تلميذ لحتى يكملوا علمهم بمدرسة الروضة، بدوننا ما كانوا حيقدروا يكملوا هذا يعني دراستهم بالمدرسة. روضة الفيحاء هي المدرسة اللي أنا تخرجت منها ويلي تشرفت أنه عملت هالعلاقات كلها مع خريجينا وخريجاتها، وحاسس فعلا بشعور خاص وبفخر لأنه هيدا المحل يلي انطلقت منه. وبتمنى أكيد أنه كل الخريجين يلي بدون يجوا معي ويلي يجوا بعدين كمان يتوفقوا ويعملوا إنجازات، وأكيد المجتمع المدني ثلاث أرباع ممثل بهالمدرسة هي وخريجينا. الحقيقة نحن جمعية خريجي روضة فيحاء هي جمعية مؤسسة من سنة إذا ماني غلطان بحدود 89. هلا حاليا لي شرف اني انا عم بتولى ادارتها. الفتره الاخيره كان عندنا هدف اساسي هو لم شمل ووضع داتابيس للخريجين، لانه تقريبا خريجين ثانويه روضة الفيحاء حاليا قربوا على حدود 2700 خريج، فلقينا انه كثير من الضروري انه نمكن الخريجين ونعمل نوع من داتابيس وويب بيج واونلاين ليصير عندنا اكسس لاكبر عدد من الخريجين.
طبعا في عنا نشاطات عدة، نحن هدفنا الأساسي هو مساندة مدرسة الروضة. مؤخرا وقت صار في أزمة النفايات حاولنا أنه تكون مدرسة روضة الفيحاء هي أول مدرسة تطبق سياسة فرز النفايات، وقمنا بمشروع فرز نفايات وتجهيز المدرسة كلها بحاويات وما يتعلق بهذا الموضوع. هذا آخر الأشياء اللي نحن اشتغلناهن. اليوم وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج مرايا شمال، موعدنا بجدد معكم بالأسبوع القادم، ولكن برجع بكرر دعوتي لكم لزيارة شمال لبنان. شمال لبنان أرض المحبة، أرض القيم والأصالة، وأرض الوحدة الوطنية، وخصوصا هواة السياحة البيئية بنصحهم بزيارة هالمواقع المتميزة إن كان على الأنهر أو كان بالجبال. وطبعا اللي بيحبوا يشاركوا بالمهرجانات طبعا بعض المجال متاح إن كان بأهدن أو بالقبيات أو بعكار أو بطرابلس أو أيضا بأنفي بالإضافة للبترون وجسر المدفون ومختلف المناطق، خصوصا أنه المنيا أيضا بشمال لبنان عم يحضروا لمهرجانات. كان معكم بشمال لبنان منذر المرعبي، أما التصوير لأمين سليمان، وإلى اللقاء.